بإسناد اختلف فيه أهل العلم، لكن الشيخ ناصر الألباني صححه في صحيح السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله، أو لتعرض عما قبله. يعني لما سمعوا أنه رق لسماع القرآن أرادوا أن يغروه بالمال حتى يعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فقال أبو جهل له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، لا بد أن تقول فيه شيئا يكره. فقال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، يأخذه عن غيره. فنزلت الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى آخر الآيات.